ما قمر الثاني اللندنيين هذا اطلب من الفايت كيبر المساعده او اترك اللندنيين ياخذون راحتهم. شوف شوف راح يطيرون الاساطير تهم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناه العاب خوف الشاري عراقي او عراقي. مرحبا بكم بالحلقه رقم 14 من اللعبه الاسطوريه، لعبه جميله الصراحه، فروست بانك. ان شاء الله بحلقه اليوم ان شاء الله نعوض عن اخطاء امس. اوكي، بالحلقه السابقه شارت اكو اخطاء يعني ما لها داعي، بس نجوت لان اصلا الاساس كان عدل، اساس المنطقه مالتي فنايس. نريد نروح هسه المستشفيات، عندنا اوفر الاعداد. نشيل اثنين منا، نشيل منا اثنين، نخليهم يب وخليهم باي مكان نستغلهم. يعني ليش ضالين هيش قاعدين بدون وماكو اي مرضى؟ نايس نايس نايس. اللي نريده هسه اوكي دولي وين يب ما جاي يشتغلون، يب ما جاي يشتغلون دولي. يقول لك فايل كاونت مدري ايش، يب امرجنسي شيفت. خلي يزعلون من عندي شوي. ذس فاسيلتي والورك، يب 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 24 ساعة. نايس نايس. احتاج يشتغلون 24 ساعة، احتاج اتقدم بسرعة. واحد تمرض. ليش واحد تمرض؟ وين كان يشتغل؟ كان يشتغل بالصياد. ليش تمرضت حال؟ ما ادري. فيري لو ريسك. فيلينج. يقول لك اوف اور بيبل ديد. ياب هذا توفى لان شغلتهم اوفر تايم اوفر شيفت. ياب اثنين مرضى. ليش تمرضوا؟ الو؟ ناس جاي تتمرض ليش؟ وقت شغل هسه، لازم نرفع الحرارة هنا. شيش يب هنا رافعهم هم. نايس نايس. نشيل ذولي اللي بالحديد. ذولي ما ادري ليش يا اخي، لين ما يوصل لهم نسيت. شوف شنو المشكلة. يقول لك خلني استكشف شنو هالمنطقة. نو بليس، لا مكان للضعفاء. هذه اوكي يستخدم هذا الحجاب وات. يقول لك لا مكان للضعفاء. كانت قرية صيد هذه تزود مدينة تيسلا بالطعام. بالبحث فيه وجدنا رسالة مايك، اوكي لا ترجع الى المدينة تيسلا. رجل مجنون، لقد طرد جميع مبتوري الاطراف وجميع المرضى، ومن بينهم والدة جيري وبيث العجوز. سيكون هناك دماء، هذا أمر مؤكد قريبا وقريبا. تركت القرية بالترتيب. يمكننا إرسال فريق هنا لبدء الصيد. الموقع المستكشفة ياب ياب. مدينة تيسلا، هذا اللي كان يحكمهم كان مجنون نوعا ما، فطرد المرضى حتى لا يعيشون، حتى لا يصرف عليهم خلينا نقول موارد. مجنون. No place for work. هل اخذ الاثنين ستيم؟ هل اترك المنطقة واخذ ستيم كور اثنين او افككها؟ راح اخذ خشب، انا احتاج خشب هسه وما احتاج اكل اصلا، فنسوي لها ديسمانتل. اوكي نايس. هذا القرار مو دايما صحيح ترى ديسمانتل، بس انا الان خال عيني على هذا بس. وهذا شقد بطيء بطيء. هذا شبيه هذا وين؟ هذا المفروض سريع يقول لك، بس جماعتي ذولي اسرع. ليش؟ ما ادري معلقين يمكن. اوكي شقد بعد شقد راح يطول؟ ساعتين. وياخو بطيء بطيء بشكل قاتل. اعتقد معلقين ذولي. وين وين وين؟ يب جاي يتحركون.
يب هذا جيد حركة ممتاز. هذا هسه راح يجيب لي ستيم كور. المهم شنو مشكلتنا هسه؟ يب ذولي شغل لهم كم واحد، يشيل كم واحد منا، واحد منا وواحد منا، وهذا فلشه خلي هذا هنا يشتغل الآلي أو يشتغل هنا الآلي من الفلشة ما أدري قصدي ما خليت هناك ما أدري هنا الناس أخلي ممتاز 10 يشتغلون. يب أعتقد الوضع تمام هسه. أحتاج تطويرات للش اسمه تطويرات للأكل. يلا نمشي بسرعة. أوكي إيش صار؟ قانون اللي احتاجه هسه ايش احتاج؟ ما احس محتاج اي شيء حاليا، ما عندي مبتورين الايدي فما احتاج اقرر لهم قانون او هيك شيء. ارفع الهوب هوب والرايس سلايتلي. اريد انتاجيه. اوكي هذا شيء اسطوري بس شوف والله الفيت هنا أنا يقول لك لو another one can be passed after new building raise the temperature of nearby. يب هذا اللي يحتاج حاليا. هاي المطعم او الكشك راح يرفع درجة الحرارة الاماكن العمل اللي حوله بواحد درجة. هذا شيء اسطوري. يقول لك public punish العقاب العلني. هذا اذا قضينا واحد ما يشتغل عدل او لا مو ما يشتغل عدل او ما يتصرف عدل نعاقبه قدام الناس. شوفوا شوي جاي يتطرف. المهم احتاج هذا راح يرفع لا ما يرفع الهوب. لما ابني ايش قاعد يريد هو؟ كم بيت ابني لي؟ 2 بيت بلد 2. ياب انا راح ابني حسب الحاجه. هذا هو اللي يريده. خليه بيت كلش. هذا مكان مثالي. لا مو مثالي مكانه. لو هنا كان يكون افضل. يب لو هنا كان يكون افضل. فشيش. هنا راح يكون افضل همين بس هنا. الافضل مكان له. نخلي gathering post. resource. وين قلنا نريد. فيت. اريده بالنص. هس هنا يابا هنا حاوطهم كلهم. خلي نريده ريسورس لا gathering post خليها هنا. هذا يتفلش او راح افلش اول ما ينبني هذا حتى ذول يظلون يشتغلون. اوكي نايس. ريد ثاني وينه؟ اوكي سنعتبر هنا بنيت. هنا ما احتاج ما اعتقد ذولي يحتاجون. هنا هذا المكان مهم او لا مو مهم لان هو اصلا عليه ستيم هب فما اعتقد محتاج. يب اهم شيء هذا مو مهم يعني بس هذا الجاي يشتغل والدرجة الحرارة يب هذا احتاجه لان واحد من عندهم ما جاي توصل للدرجة الحرارة المطلوبة. اوكي نخليها وش يب نايس هنا. يب هنا خلي واحد هنا. هنا نخلي واحد ليش لا ندللهم شوية برغم انا ما احتاج يعني. هنا لو اقدر ابني هنا هاي مستشفى خلي اشيلها. يب خلي اشيلها خلي اشيل المستشفى يعني انا اصلا ما احتاجها. اوكي طبعا مخاطرة اوكي نايس جايز تحول الاكل بسرعة. عندي 6 قاعدين وش يا ريت بسرعة يبغون يشتغلون. بدون طريق هذا اللي هيتش ماشي الامور ماشي عدل بس هذا ما اريده يضخم مناطق الشغل هذا
الآلي، فخلي واحد قريب كلش من مكان عمله حتى بسرعة همين أصرف له بسرعة يجي، يعني شلون يتزود بالوقود ويرجع يكمل شغله قريب كلش، وهمين حتى يبتعد عن الناس، ما يريد يسوي مشاكل ويا الناس. أوكي ماشي الأمور عادل. One of our people dead. ياب واحد من جماعتنا توفى. Gathering posts. ياب هسه درجة حرارة gathering post أفضل. ياب أفضل بهواي هذا. طفي هذا. ياب لازم يشتغل. هذا قلنا يفلشه. ياب فلشه. ممتاز لحد الآن يعني. ممتاز. هل أطور تطويرة الأكل؟ شيش. ياب هذا. لا ما أحتاجه. الأكل 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 شلونه؟ أوكي ياب الإنتاجية ممتازة للأكل بس أريد بعد أفضل. حالياً أهم تطوير أقدر أطورها هاي مهمة. فور أبغريد لا ما أحتاجها بس هذا يمكن ما أحتاج ذني اللي هنا. حتى المصنع هم ما أحتاج لأن ما أقدر أشغله. كول مايننج يمكن ادفانس لا ما احتاج شينا. كل المهمات بس مو حاليا. او هاوس يب هذا ممكن يكون افضل شيء. والمستشفى بس حاليا اريد قبض الاكل. اوكي بحثوا لي عن هذا. نايس مشكله بين يقول لك تشينج اوف هارت تغيير في قلوب. خلي شوف يقولك يا ابو الشباب يا سيد وجد رجل يبكي صامتا في الهيكل لقد اقتربنا منه ليسأله عما اذا كان بحاجة الى مساعدة. اخبرنا انه يريد رؤيتك. اعتقدت ان ايماني قد مات منذ زمن. يا سيد مع زوجتي وابنائي ياب لوقية ياب I am glad to hear that. أنا سعيد لي سمع هذا. يقول لك واحد من عندهم فرحان ما أدري شلون. أوكي. يقول لك بيردو نايس نايس قلوا بعد أكثر. هل أقدر أرفع الأمل؟ لا حاليا لا. أوكي. الوضع مية مية وهسه لما ينبنى ذني كل وضع أفضل بعد. حاليا أريد الناس يجون يشتغلون. اوكي اريد ناس يجون يشتغلون. هنا نضيف واحد زي ما نسيت يعني توفى. قلل واحد من هنا نزيد واحد احتياط خبت اللاس. نايس لحد الان الوضع ماشي عدل. اوكي الفحم شلونه؟ الفحم ياب الفحم ممتاز. هل نشيل كم واحد منا؟ او نعوف نعوفه. ماشي الامور عادل حاليا وهذا جاي من بينها. بس اريد ناس يا اخي اريد ناس. يا شيخ نقص واحد منا. نقص واحد منا. اوكي. يب حتى خليهم يبنون. نايس نايس. اوش هذا طلعهم كلهم هسه اول ما ينبني ذاك الثاني طلعهم كلهم ونضيفهم من هنا. اوكي هذا يتفلش نايس. يامهم اللي بنوا هسه راح يرجعون يفلشون. شنو صرت هاف ريتشد ذا ايس. شوف والله وصلوا الى الحافة الجليدية. خلي نشوف. يقول لك انتصار للهندسة. نحن نتعجب من اللوح الجليد السميك التي سحقتها وجرفتها المدرعة. هاي اللي بداية اللعبة المدرعة الأمريكية هي فايستوس. قد نتمكن قريبا من معرفة كيف تمكنت من تحقيق مثل هذه الأعمال البطولية حيث يمكننا رؤية صور مظلية ضخمة على مسافة بعيدة والتي قد تكون شقيقتها بروميثيوس. هذا الأسماء من الأساطير اليونانية. أوكي بس نار تودو لا شيء لنا لنفعله هنا. أكفرت شي ظل بعيد
يقول لك من شلون لا هذا هو المهم. يا اخي ذولي ذولي واخ والله قهروني ذولي خرب انه يا اخي تحركوا بسرعه يا شيخ. شنو عندنا هسه ان شاء الله تشتغلون بسرعه. اوه ذولي يحتاجون ناس. اوه كيف واحد هنا كفي يا شيخ. يابا اعتبر انا بنيت واحد احتاج هواي ناس يا اخي احتاج هواي ناس. اوكي هذا تفلش لو لا يلا بسرعة نايس بين الستيم هاب هذا يا ريت يتفلش بسرعة. ما عندي هواي ناس حتى يشتغلون يفلشون ويبنون بس هسه بوقت الفري تايم ممتاز. هاي التطوير الاسطورية بس ما اريد اطور هسه او خل اطور هسه ليش لا او نعوف معوف هسه ما ادري يا ابو خل نطور هسه بسرعة ما دامك هواي ناس. هاي التطويرة تحفة. اوكي شو شنو عندنا بعد هجاز ما ادري شو اسمه روفود بار هامت. راح يرفع عدد الاكل اللي راح يجيبه. شوفوا هسه انا بالصيادين العاديين يجيبوا لي 20 باليوم او بالليله بطلع على الوحده. هسه التطوير الثاني ايش قد اللي راح يجيب لك يجيب لك 30 بدل 20 يعني زادوا 10. هسه اقدر يعني ازيدهم ايش قد ازيدهم 15 بهاي الحركه. هاي حركه اسطوريه. اذا مرات اكو تطويرات اذا راح اسوي هاي لازم اسوي هاي حتى تستفيد من هالتطويره. اوكي مثلا هذا البيت اذا راح اسويه لازم اسوي هاي حتى اقلل من الاستخدام. هسه انا يعني تعلمتها بس ولا مره استخدمت الهاوس ولا مره طورت لان ما احتاج ولان مكلف كلش فانتظر لحد ما استخدم هاي ما ابني البيوت ولما احتاج اصلا. اهم شيء يعني شلون تشوف شنو حاجتك الحاليه. اوكي صاروا 25 نايس. اقول لك فلاينج هانتر الصيادين الطائرين دان هذول اللي هسه بنيتهم هذول اللي هنا. اقول لك ذا تمبل هاز سم بيبل تو ياب نايس. هذا التمبل ظل هو يعني شلون هو من وبي يقنع الناس وير سبيرت مايند ذير واي. ثمانية غيروا رايهم فضل هذا المبنى. اوكي يقول لك بيرنال كرن از بيلد كوميتي هذا الشيء هاي تولي نايس. يا ريت تفلشون بسرعه تشتغلون بسرعه. اوكي وهنا يب هنا خلصوا فيت ابني هذا يب شوفوا غطاهم كلهم مكان اسطوري. ونحتاج واحد هنا بسرعة خلصوا يلا بسرعة خلصوا يب 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 فيت لا استعجلت. ممتاز شوفوا غطاهم كلهم هسه نايس. يب يغطيهم كلهم نايس نايس ممتاز. وهذا هل يحتاج درجة حرارة؟ يب يحتاج درجة حرارة. هذا راح اهدمه واخليه بمكان ثاني بس حاليا ما اقدر لان هو مكلف كلش يحتاج 40 خشب 40 حديد. ما دام انا ما عندي موارد زايده يعني الموارد اللي استخدمها حتى اطور ما دام هي ثابته يعني نازله يعني انا جاي استهلكها بالشكل الصحيح. اذا انا عندي هواي حديد وهواي خشب او عندي بس هواي خشب يعني انا انتاجي بالحديد ضعيفه وما جاي استهلك عدل هي توازن هذا الالعاب. شوفوا شوفوا الاسطوره يا اخي. خلني ريسورس فود يا اخي اساطير ذولي. اوكي يطيرون بمناطيد نايس نايس. يلا هسه راح تطلعون ولا لا يجيبوا لي 30. شوف شوف راح يطيرون الاساطير دام. وقف وقف فوتو مود دام يا اخي دام. صراحة ما بجرب الفوتو مود هواي بس لا شيل هذا ايس لا
قلة فوتو دام صراحة دام اوكي هاي راح تفك لي ازمة اوكي المناطيد ذني ماش يا اخي يب نايس ممتازين ذولي المناطيد جيبوا لي هواي اكل اوكي واعتقد درجة الحرارة يابو 3 بالرغم انا ما مهتم لهم ما يأثر درجة الحرارة مكان شغلهم فيا وقف اذا طفيت هذا لا اوه هذا نازل كلش هذا يب هذا نازل كلش اوه ذولي اللي جاي مرضون اوه يا شيخ شلون لا ريسك في القلب تشيلي يا شيخ يب نعين هنا اثنين ممتاز الهوب ارتفع يم بنيت ذني عين اثنين شوفوا ارتفع الهوب هسا يقول لك A group of London will abandon their case مجموعة من اللندنيين قد تخلوا عن شو يسمهم عن هدفهم اوكي كيس قضيتهم يب يب تقدر استخدم هذني اذا استخدمت اني اوصل فل بعد صراح بس انا يقول لك وين اصلا يا اخي ذولي يبت يا ابو جاي مشون ما قلت شيء بس تاخروا ويقول لك خلي نشوف والله عبقرية الحساب تم تجريد المدرعة من الآلات المفيدة لكن هيكلها يحتوي على ما يكفي من الفولاذ لتبرير إنشاء موقع استيطاني هنا وجدنا على الجسر سجلا يحتوي على أوامر تيسلا الأخيرة نقل جميع الإمدادات والناجين الأصحاء على متن هيفايستوس لاتخاذ مبتوري الأطراف إلا لا تأخذ مبتوري الأطراف إلا إذا كان لديك أطراف صناعية لجعلها مفيدة موقع المستكشفة مستودع التوريدات أوكي موقع التالي مستودع راح أقدر أخذ 200 خشب 100 حديد 2 ستيم كور نايس اللي بعده سبلاي ديبوت مخزن الإمدادات يعني هنا مفترض ألقى هواي لوت أوكي نرجع بس جاي يصير عندي مرضى يا اوه نايس هس درجة الحرارة مفروض هنا ارتفعت فضل هذا ما ادري شنو هاي لوكل سالب 10 دعي شيل وات توتال 30 يوم لوكل 10 ايام وات ما ادري صراحة ما ادري شوف درجة الحرارة شلون تحفى هذه المباني بالرغم ما مشغل الستيب هام طبعا هسه وقت هسه مو وقت شغلهم انا نخلي يب نايس هذا نخلي 24 ساعة يشتغل هذا ليش نسيته مشتغل لازم اطفيه هذا ما يشتغل ابد ما يشتغل الستيب هاب اللي بصف الالي انا ما احتاج من عنده تبريد نسيت يا اخي هسه الاستهلاك شوي زاد يا بس حرقنا شوية فحم على خالي بلاش نايس انا ما اريد اطور هذا حاليا لان شوف هسه هذول ظلوا واقفين هاي الليلة سويت لها سكيب ذولي اصلا طالعين يصيدون فما اريد يعني شلون اسوي يعني هاي الصيدة راح تروح على خالي بلاش يج فيا بس من بعد هاي التطويرة بعد ما احتاج افكر بالاكل لان اصلا باني هواي صيادين فيا شوف والله هسه راح يتحسن اكثر هنا صارت قل الانتاجية لان صارت فوضى لما بنيت فيا نايس ان شاء الله
يمشي. أوه شوف شوفوا هنا أنا جاي تزداد شوي شوي جاي يزداد الفحم. إذا لازم أطلع واحد منه واحد منه واحد منه نعينهم هنا. أوكي ياب كل شي تمام بس يعني ما جاي يلحقون. أحتاج أن أبني واحد ثاني. Resource gathering ماكو مكان ممتاز إليه. أوكي مو من ضمن الستيم هاب هاي المشكلة. أوكي ضمنه إلا شغلة يلا أعرف يا شيخ. أوكي شيله gathering راح يشمل هذا ويشمل هذا. لما نخليه هنا بس لما نخليه هنا نايس نايس ايه بنخليه هنا نخليه هنا هذا نطفي نايس. وات حسب اللي راح يروحون يبنون وات ايش صار. يقول لك another theft سارق ثاني كاتب ذا لندن ريزار ستيلينج اجين ومئة مئة اكل ات ذا اس ذا باقى مره ثانيه اللندنيين. هذا اطلب من الفايت كيبر المساعده او اترك اللندنيين ياخذون راحتهم. ديسكونتنت ويل رايز ديسكونتنت راح يرتفع اذا تركتهم سترون فود. يب راح استرجع الاكل نايس ان شاء الله اقدر استرجع يعني. لازم ارفع الامل اكثر. أو جاي مرضون يا اخي جاي مرضون. ليش اوكي كلهم صيادين ما عدا هذا الفايت كيبر يشتغل. كلهم صيادين ذولي لما طورت بهسه شوي صارت فوضى فمرضى وراح تقبط عندي هاي شو اسمها المستشفى راح يقبط. لازم القى حل احتمال ابني مبنى. اوكي طبعا مرات اذا لاصل الوضع لو تلاحظوا يعني اللعبة بيها عمق اكثر من ناحية اذا هسه قبطوا المرضى او صاروا هواي مرضى تجيلي رسائل وتلميحات بانه الناس يحتجون لا وشوفوا لنا حل. انا قلت لهم اشوف لكم حل يرتفع الهوب ينزل الهوب بس انا لين اصلا ما عندي مشاكل هواي بالمدينة مالتي يعني شلون تقريبا مثالية مدينتي حلمود هاي ما عندي هواي مشاكل. مثلا اكل لو قليل كلش كان يرسلوا لي رسائل اوكي مثل هالتو طلعت مال حرامية اوكي فلين ماشي عدل. هسه لو اظلن هيك وهواي مرضى راح يرسلوني يقولوا لي شوفوا لنا حل. فانا اقول لهم تمام راح اشوف لكم حل لما احل هذا المشكلة يرجع الهوب يصعد. اللعبة ديناميكية نوعا ما. اوكي واحد من جماعتنا توفى. كاز ريد هانديد اور فايت كيبر ديد ويل ذي جوت فور ذا جود باك. هل ترجمها بالعدل؟ يقول لك لقد قام الفايت كيبر لدينا بعمل جيد لقد استعاد البضائع لكن الأهم من ذلك أنهم قبضوا على أحد اللصوص. الآن يمكننا وضع حد للسرقة. أنهم يسألون ماذا يجب أن نفعل. يعني ما تأذى واحد من جماعتي بس كذا فرد واحد ما يعرفون شي يسوون بي. Let him go but next time we'll have to repent. هلا تركه يروح بس المرة الجاية راح نقتص من عنده او punish him او يعني شلون عاقب او our people decide his fate او الناس هم اللي راح يقررون. الخيار الاول يقول هاف عندي 3 ايام بعد ما اختار هذا لازم اقرن قوانين اوكي على اساس هم راح يتصرفون كل مرة يصير هالشي او عقبت this person will leave the city forever. هذا الشخص راح يغادر المدينة إلى الأبد راح يتوفى يعني برا بالبرد. هنا أنا إذا تركت الناس هم اللي يقررون الديسكونتنت عدم الرضا راح يرتفع. ياب أقل راح نقر قوانين عوفه هسه ونعاقبه بعدين معناته أنا راح أقرر قوانين بعدين أوكي
عندي كم يوم، عندي 3 أيام 4 أيام بالضبط إلى أن أقر قوانين. أوكي الوضع تمام هسه. بالنهار لا راح أشغل الحرارة هاي. حلقة اليوم ما ارتكبت هو أخطاء أو ما ارتكبت أخطاء أصلا، ومثل الحلقات أمس أو الحلقة السابقة. فا اوكي شباب، اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك، وإذا عندكم شي يقولونه أو لعبة تريدون نلعبها كتبوا لها في التعليقات. نشوفكم باكر الساعة 7 بالليل ويا لعبة نيون وايت الحلقة الأخيرة يمكن. اوكي يلا باي.